اوكي في يوم فري تمام، هنتكلم فيها تاني، نقول تاني اوكي. الاي ميد بوينت اوكي، والدي ميد بوينت، يبقى ايه؟ ثيوم 2 كانت بتقول لي ايه؟ بتقول لي لاين سيجمنت، احنا عرفنا الواي. ثيوم 2 كان عليها كورولاي، بتقول لي لاين سيجمنت جوينينج بتوين تو ميد بوينتس، تبقى ايه؟ بايرل. يبقى الاي دي بايرل لمين؟ للسي بي. اوكي، احنا عملنا كونستراكشن اللي هو ان الاي اف بايرل للاي بي. طالما الاي اف بايرل للاي بي اوكي، بقى انا عندي شكل اسمه ايه؟ بايرلوجرام، يعني اتش تو اوبوزيت سايدز ار بايرل. طيب طالما بدات ان انا اوصل لكده، انا عايز اوصل لحته ثانيه انا هوصلها دلوقتي. طب انا عندي الاي دي ميد بوينت اوكي، وعندي الاي اف بايرل، يبقى انا هستفاد ان الاف دي هتكون ايه؟ ان الاف دي هتكون كمان ايه؟ ميد بوينت. طالما الاف دي بقت ميد بوينت، يبقى السي اف ايكوال اف بي. وطالما السي اف ايكوال اف بي، يبقى ساعتها الايه؟ يبقى الاف بي ايكوال هاف الاف بي ايكوال هاف مين؟ هاف السي بي لاين سيجمنت. وطالما ده الهاف اللاين سيجمنت اف بي الهاف بتاع البي سي اوكي، يبقى زيفور ها زيفور ايه؟ ان الاف بي ايكوال دي اي. وطالما اف بي ايكوال الدي بي، زيفور ها ان الاي دي ايكوال هاف سي بي، وده البروف بتاع ثيوم نمبر 3. اوكي، يبقى احنا عرفنا الجيفن بتاعتي، الجيفن بتاعتي ان الاي ميد بوينت والدي ميد بوينت اوكي، وانا عايزه كنت اوصل ان الاي دي الهاف بتاع مين؟ بتاع البي سي، عشان انا عايزه اجيب اللينس، ان ثيوم نمبر 3 كلمتني عن اللينس، بتقول لي فاكر اللاين سيجمنت اللي اتكلمنا عليها في ثيوم 2؟ طيب اللينس بقى بتاعها الهاف بتاع مين؟ الثيرد سايد. طيب قلنا ان الاي ميد بوينت والدي ميد بوينت تمام وبارلل اوكي. طيب وانا عملنا الكونستراكشن بتاعي الاي اف بارلل اي بي تمام. طيب طالما عندي ميد بوينت وعندي بارلل، يبقى ساعتها ان انا هو على طول اوصل للاف دي هتكون ايه؟ هتكون ميد بوينت اوكي. طيب بعد ما كانت الاف ميد بوينت وانا قلت ان الشيب ده ايه؟ اللي هو اي دي بي اف، ده بارللوجرام، يبقى انا توفر عندي البارلل تمام، وتوفر اللينس بقى هجيبه منين؟ ان الاف لما هتبقى الهاف بتاعت البي سي، طب ما الله ما هو بايرل وايكوال تمام، يبقى ساعتها اشيل الاف بي واحط بدلها مين؟ الاي دي، يبقى الاي دي الهاف بتاع مين؟ البي سي، وده ريكواير تو بروف ثيوم 3.